مزيانه برشا لزملائنا من التلفزه الوطنيه وزملائنا من فرانس تيليفزيون مسيو ديديي مدام فابيان، مرحبا بهم معنا في الكواليس. سعداء برشا انه عندنا هالمستوى هذايا الحقيقه من الزوار للمؤسسه، وخاصه في دوره تكوينيه ان شاء الله تكون مثمره للطرفين. نرجعوا هوني في البلاتو كالعاده كل خميس نلقاو انيسه اروابح، ندخلوا معاها العالم الجمال والالوان من الباب الكبير. صباح الورد انيسه. صباح الفل. نور ليك وجميع الساده المشاهدين. قل لي اليوم حاضرين باش نعملوا حاجه جديده. اكزاكتومون، حبينا نطرقوا للرسم على الحرير. هي نوع من الحرف قديمه باش نقول، عندها مده يعني توانسه فريمون خدموا عليها بالقدام الحرفيين، كلكو سوا لي بلاتو والا لي فولار والا لي كوسان. يعني انت وين باش تستغل الحرير اللي انت باش تخدمه. ممتاز. دونك اليوم باش نعملوا الكولوراسيون، التلوين ديغرادي، يعني من لون الى لون، ما فماش سيباراسيون بيناتهم. اول حاجه شنو هو نستحقوا؟ الرسم على الحرير يستحق شويه ماتريال اللي هو القرقاف. انا هنا جبت قرقاف اون مينياتور اللي نخدم عليه لي كوسان، خاطر القرقاف يعرفوه الساده الحرفيين الاكثريه نتاع السوا، يبدا طوله 2 متر على متر بريسك متر ولا 90 سنتي. هذاك خاص. انيسه هذا ضيوف الساعه اللي قاعدين حاضرين معنا في الكواليس. مرحبا بهم. تي جي مدام فابيان، مرحبا بهم. ومره اخرى نحب تحياتنا ليهم، يقعدوا بحذينا يفطروا. هيدي حسين تحيا جماعي، نعول عليكم باش تخليهم يفطروا بحذينا اليوم. فطور تونسي، تونسي خاصه النواصر على الاقل ضامنينها اللي هي التونسيه نتاعنا. عجبنا ميدايات صابرين. من يديات صابرين، من يديات الشيف صابرين. دونك يجيو يقعدوا بحذينا ان شاء الله نكملوا اللقاء هذايا ونستدعوهم على ادبارتنا لليوم. اي دونك قلنا احنا اون مينياتور، دونك خدمنا هذايا باش نجموا نخدموه هنا في التلفزه. خذينا القرقاف، هذه قطعه من الحرير سوا يتشد سوا باللي بيوناس، ماهوش لي بيوناس نتاع الكانكوري هذاك نتاع سنه برك، فيه ثلاثه سنين، يتسمى اصل لي بيوناس تروا تيت باش ما ينقبش السوا. دونك هكاك احنا نجم نقولوا نشحتوه بالكدا بالكدا قطعه السوا نتاعنا. توا لي كولور الالوان، الناس مانيش باش نخدموا بالاكريليك، متعودين بالاكريليك، مانيش باش نخدموا بالاكريليك، باش نخدموا بالالوان الخاصه على الحرير. هي مكتوبه دي كولور ليكيد، يعني الوان خاصه بالرسم على الحرير. يعني شنو الفرق معناها؟ الفيكساسيون، التثبيت، خاطر اللي يثبت اكثر الالوان هذه تثبت اكثر. اي خاطر ديما الحرير احنا كلكو سوا فولار والا مثلا كوسان باش نغسلوها، باش تولي تمشي مع اللافاج لازم الوان تثبت بالفيرارو باسي الحديد والا الفيكساسيون بالفابور نحطوها في الكوكات. من الاول انا خذيت الالوان. انا تو ما نعرفش علاش مخي مع زوارنا خاصه من فرانس تلفزيون، اكيد راهم فهموا بعض الكلمات مشتته متقاطعه متعودين اما الربط كان يعملوا فيه البلانكس بين الكلمات ينجموا يطلعوا اش قاعدين نحكي. اكزاكتومون. باهي قلنا اخترت الوان نتاع الفيكساسيون بالفابور. نو فيكساسيون فيرارو باسي يا ربي. باهي حطيت أربعة خمسة قطرات راه باش تشوف المارون هكايا كونسونتري. اي الالوان ياسر كونسونتري ماهيش ديلوي. هذوما يتلون بالليبونش. بانسو ايبونج خاص زاد في البانتور نتاع السوا. ممتاز. مادامش نعمل ديغرادي يعني عندي زوز الوان. اي زوز او اكثر ولا؟ اي او اكثر يعطيك الصحه. دونك حطيت هنا شويه من البيج، يعني فما الوان خاصه وفما هذايا اريديسون، خاطر كي باش نخدم حاجه دوري ولا ارجون نحط شويه اريديسون. تو تشوف الطون اللي باش يعطيه ان بو دوري، دوري مزيان برشا. باهي. توا في التلوين. قلنا نستعملوا البانسو ايبونج وزدناه الماء، الديليسيون بالماء. اللون على حسب انت الدرجه اللي انت تحب عليها. البانسو ايبونج باهي فيه انه يهز اللون من غير ما يقطر. هاك تشوف نعمل هكا حاجتي مقطر هكا لا. ممتاز. دونك هذوما كي يتوفروا ديجا يسهلوا علينا الخدمه برشا. بالطبيعه بالطبيعه. خدمه محترفين، خدمه محترفين. اكزاكتومون. نبداو بالكولور كلير ايناس. نمشيو هنا بالكولور. انت بالطبيعه مازال ما شاحش باش تنجم تشوفو ترونسبارون. باهي نمشي باللون اللي هو البيج دوري. كي شيح يعطيني على البيج دوري. ونقرب، كي باش نقرب للمنتصف وقتها نمشي نهز المارون. المارون كيما قلت لك ما عملتوش غامق برشا برشا انت والكونسنتراسيون، اما باش ندخل شويه في الانترميديير ما بيناتهم الزوز. دونك عم خدمت على التدرج. التدرج، التدرج لو بلوز امبورتون اللي فيه العمده هي اللي ما بيناتهم الزوز هذايا.
باش تظهر ديغراداسيون نتاع زوز الوان. يعني نمشي من البيج يغمق شويه وبعد نمشي للمارون. حتى والحقيقه واضحه وسهله، اسهل من هكا ما فماش يظهر لي. اي اكزاكتومون، سهله ماهيش صعيبه. الالوان عندنا الوان فرنسيه، انا زدت المارون غمقت شويه باش دونك احنا توا باش نتحكموا في الدرجه، كل مره نزيدوا قطره قطرتين هكاك. لا مش لا. على التحكم في الدرجه، حبيت المارون هنا نعمل مارون ما اغمق شوي، خاطر جبت لي الفكره وحدك وحدك قلت لي نجمو ثلاثه الوان. دونك هذايا المارون ما اغمق شوي. فهمتني شنو اللي حبيت ايناس؟ ايه هكايا حسيتها التدرج نتاع ثلاثه الوان تروا كولور. دونك مشينا من البيج دوري حتى القوينا في الالوان. يعطيك الصحه. دونك هذه الفقرة الأولى حبيتها كولوراسيون، لو طون يشيح، باش نخدموا عليها لا بانتور. قداش ياخذ وقت باش يشيح؟ ياخذ ماكس درجين، ماكسيموم درجين، باش نخدموا بالبانسو ايفونتاي، هذايا بانسو ايفونتاي، نخدموا الريشة. ممتاز. دونك هذه المرحلة الأولانية. هذه المرحلة الأولى. وكملناها هكايا، قداش يحب لنا يعني؟ درجين ماكسيموم زاد. اللي هما باش نخصوهم بتيتر للبلاتو الموالي، ونرجع لك نشوفوا كيفاش باش نواصلوا باش نخرجوا فولار في الأخر احنا. اكزاكتومون اي. فما فولار وتشوف ليشونتيون كيفاش تخدم. ممتاز، دونك انا نخليك تكمل انيسه، يعطيك الصحه. في الاثناء احنا مش نبعدوا بعيد برشا، باش نكملوا مع عالم الحرف، هذه حرفيه اخرى من اقتراح زميلتنا ايمان عبد القادر، وراجعين. امن نتاعنا صد منيع ان شاء الله قدام كل العمليات الغادره. نفرح برشا وقت اللي نراو الصور هذيا دون التجميل، دون تنميق كان نجم نقولوا، هذيا دون روتوشات. الصوره اليوم تجينا محاينه وتجينا من على المباشر على القناه الوطنيه الأولى، محلاها تونس وربي بقي ستر على تونس. نمشيو للنغم، نسمة فنية، ونعاود نذكر مرة أخرى احنا في انتظار مداخلة أو ندوة صحفية لوزارة الداخلية. مزيانة إن شاء الله تفرجوا فينا كلهم مزيانات، وندخلوا معاكم العالم الجميل أترافير المزيانة زيدة. أنيسة رويبح، قل لي أنيسة، مشينا شاوط باهي وشاحت الحرير. فوالا هذايا كما قلنا ليشونتيون نتاع الفولار اللي نجموا نستغلوها نعملوها كوسان والا كواترو ولا شنو، حاجه ظريفه. دونك بعد ما يشيح السوا نورمالمون نعملوا له فيكساسيون نتاع تثبيت بالحديد. بالحديد فيرا روباسي مده دقيقتين. يبدا قوي برشا؟ لا ماهوش قوي، على نك ما فما دوره وزوز دور وثلاثه دور، اضعف واحده. مده دقيقتين نقعدوا ندوروا على السوا لتثبيت اللون. من بعد نمشيو للالوان. الالوان ايناس مره خدمنا بالبايات، كانت تفكر في القفه كتبنا بالبايات هذيك، خاطر فيها رش. وكابوتي شاهد وقتها. اكزاكتومون. قول واش وصل كابوتي انا للبايات هذيا؟ على غالب قعد شويه على الطاوله وانا تعديت بجنبه. يثبت يثبت هذيك بالرغم من غير ما ثبتناه. اي صحيح. انا مش نخدم بايات، هذايا نوع نتاع الناكري يعني ما فيهش الرش. هو البايات شنو فيه رش؟ هذا ما فيهش الرش. به التقنيه نتاعنا باش نعملوا بانسو ايفونتاي، دونك التراساج الاولاني هو اللي باش نخدم التراساج نتاع لي بلوم هكايا. شفتوا ميناس هذايا؟ هذايا التراساج. اي نجي من بعد بالناكري. بالناكري هنا ناخذ باش نعملوا حاجه تشبه الهكا. اي باش يفهموا شويه البلوم. دونك احنا باش نخدموا حاجه تشبه الهكا، باش تشوفوا قديش حاجه بسيطه على الاخر كيفاش تنجم تتحول وتولي بالحق. هذايا تابلو شيدافغ، هذايا لوحه فنيه. دونك انت باش تعمل لنا هكا الريشات هذوم. الريشات هذوكم يلزم البانسو ايفونتاي، هذايا البانسو. وكي نخدموا به ايناس نجي كيما هكايا حطيت الدوري، نخدم ديما بيربونديكولار هكا هكايا. يعني البانسو ما يلزموش يتميل، ما نعملش هكا يتلبخ. نمشي بالشعيرات نتاع البانسو. التوب الناكري اللي خدمنا به الاولاني ماذا بيا ما يشيحش، باش يعطيني اون بيل ديغراداسيون في الخدمه. مره يجي دوري، مره يجي كتر في الباش. اي كيف ما الريشه هي هكاك تبدا هكاك، معناها طون سيغ طون نقولوا احنا. الالوان متقاربه، الالوان ديسكريت هكا متقاربه لبعضها. هذا ما يعنيش نجموا نزيدوه شويه من اللون نتاع الحرير باش يعطيني شويه المارون مثلا رابيل. اما ما تنساش انا نخدم بالفاتح على فون غامق. نبدل من بعد نخدم بغامق على فون فاتح. دونك بالطريقه هذيا يتخدم لي بلوم. نجي للجانب الاخر، هذوما جايه في البارتي انترميديير اللي هو غامق اللي هو فاتح. اي ما عندناش هذوكم هوني، عرفت انا الفوارق السبعه. فما 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 سامحني فما
اللوجه الفوارق السبعه بين بين الاصليه وبين هذيا. شو محليها معناها قداش الخدمه اليدويه؟ احنا نقولوا كان المصانع والماكينات يخرجوا حاجه يعني كوبي نسخ. شوف محليها هاو عملنا حاجتين متقاربين بريس كيف كيف ونجم نشتغلوا بيدينا. تنجم تكون فولار كيما تنجم تكون بونشو ايناس برشا توا ولاو توندونس خاطر حرير هذيك وديمونسيون تاعها 12 متر على 90 سنتي تجي بونشو مثلا تجي بونشو في الصيف حاجه حلوه. هنا الدوري النكري غمقته بقطرتين من المارون علاش خاطر باش ندخل في الفون هذايا الفاتح اللي باش نولي نغمق دونك في الناكر بالطريقه هذيا. دونك شفت الموفمون كيفاش نمشي نمشي كيما نقولوا احنا سيلا سيل بالوحده بالوحده. عملت الفوارق فما باش تلقى الموتيف هذايا اللي حطيته ايباربيي في الفولار اللي هو شنو هذاك عصفور فرطاتو شنو؟ لا لا ماهوش ريشه مسيبه ريشات مسيبه ريشه تارت اي خاطر ريشه تارت ساعات فما برشا يقول لك مثلا ما نحبش حاجه خفيفه شويه وين هي هذه هي الريشه ما نعرفش كان ظاهره شوفها في البارتي الفونسي بتاتر في الغامق كان فماش سينو هي هكا شافوها فما فما شو هذه محلاها زاده هذه ريشه هذيك ريشه كامله ظاهره دونك الحكمه انه الفكره انه على الغامق نخدموا بالفاتح وبلا الفاتح نخدموا بالغامق باش الكونتراست يظهر باش تظهر التصويره باش غمقت بالالوان نتاع الحرير اللي انا لونتها هذوما النجم زاد حتى فوق منهم قبل ما يشيح كيما هكا نرجع نعمل مثلا حاجات هكا شويه فونسي نغمق شويه يعني يظهروا شعيرات نتاع الريشه وهما ديغرادي فما فيها برشا الوان كيما النجم. واذا كان عملت مثلا تركواز بالمارون ندخل اللون التركواز معاهم شويه زاد مزيان الالوان الكل حلوه ايناس. والارضيه اللي انت اخترتها اللي هي الالوان الترابيه انيسه تخليك نجم تخدم قدامها شوا كبير نتاع الوان يعني الارضيه الترابيه نجم تخدم قدامها بالاخضر بالتركواز بالاصفر بالاحمر الالوان الكل تمشي معاها. اي خاطر الناتر هذايا تواتي لكل شيء اي ديكار. دونك كيما شفتوا النجم تكون كوسان كيما اذا كان باش تبدا عندكم قرقف كبير راهي تولي فولار او بونشو. باهي دونك هكا احنا كملنا كيفاش نثبتوها الرسمه؟ هذايا اون فوا شاحت ساي نجيو تويكا على القفاه نتاعها نحدوا دقيقتين وبالنقطه برك اللي هي الاقل درجة حرارة نتاع الحديد على خاطر استخدمنا الوان نتاع مكتوب عليها ديجا فيكساسيون فيرور باسي. ممتاز. كان استخدمنا الالوان الاخرى هي فيكساسيون فابور نوليو هذيا نلفوها في بابي الومنيوم ايناس ونحطوها في كوكوت. الكوكوت نحطوها مشاطرة ماء وعليها صحفة مقلوبة باش نحط فوق منها الفولار وهي ملفوفة كل عصبانة فوق الصحفة هذيك نخليوها ساعة. حكاية أخرى هذه حكاية أخرى هذه المرة الجاية نعملوها ونستنجدوا بالشيف صابرين. هي شنو هذه الفولارة تولي عصبانة وحطوها في الكوكوت حكاية هذه باش يفهموها يلزمنا نطبقوها. أي شوف تعطي لون روعة راهو يعطي ألوان ناطقة تحسها بريونت. صحيح وإحنا ساعات نقفوا قدام دي فولار نقعدوا بيتين نقولوا ما شبهم ما أحلاهم فولارة تنسيك في الأخرى كل واحدة تنسيك في الأخرى. دونك تقنيتها وريتو سهلين نجموا تعملوهم باش تزين رواحكم باش تهديهم لحبيبكم وتنجموا تعملوا مصدر يعني رزق باب رزق من خلال هلا تقنيات هذيا. البسها هذيا خراوها أنيسة يال نشوفوا أنيسة المزيانة نتاعنا مع الكولور الفيولي. دونك نشوفوا الفولارة هذيا نعتبروا روحنا كملنا سيية وسيحنا وثبتنا الالوان. دونك اليوم كيفاش نجموا نستعملوها؟ بون تنجم هي تجي كما قلت لك هي تجي فولار اي مشبهه هكا او تجي بونشو للي يعرفوا يخيطوا الكل نجموا يستغلوا التقنيه نتاع الرسم على مع الخياط. دونك تولي بونشو مزيان توا جاي سيف وكل شيء صحيح. دونك البانسو ايفونتاي راهو سهل الخدمه به صحيح. كما شفنا هكايا مثلا ما نمشيش ملبخ هكايا شفتي تلبخ ايناس ما نمشيش بالطريقه هذه نمشي جوست بالسنين الفوقانيين فوالا. دونك التكنيك تعرف كيفاش تميل الفرشيت باش تخرج اللون المزيان. انت عطيتنا زوز طرق نجمو نستعملوه باش نزيدك واحده واحنا جايين على نسمات صيفيه الكشميو كشميو كشميو مالا شنو انيسه؟ قعدت نستنى باش تقول نجمو نعملوها كشميو زاد مزيانه برشا. نجم نجي كشميو اي حاجه فريمون سبيسيفيك بالطبيعه في الكشميو باش نستعملوا الوان صيفيه الوان اخرى فما الوان فليو راهو انيسه. دونك فكر لنا في الالوان فليو احنا داخلين على نسمات الصيف بدايه بالاسبوع القادم ان شاء الله ان شاء الله نعيشوا بخير. شكرا لك انيسه مشكور على تامين الفقره هذه كل خميس معنا المواصلين هذه نسمه ما دام جبنا على النسمه الصيفيه الصيف يحلى بالنغمات زاده هذه أسمى بن أحمد وراجعين.